فقرة كتير مميزة. فمنذ حرب تشرين التحريرية إلى الآن تغيرت الحروب بأشكالها ومساحتها وبأهدافها وطرق تمويلها، فما هي هي الفروق بين الماضي وبين الحاضر؟ بصرنا نرحب بضيفنا الدائم وبمناسباتنا الخاصة، هو ضيف عزيز ودائم علينا، العميد الركن غالب جازية، رئيس فرع الإعلام في الإدارة السياسية وعضو اتحاد الكتاب العرب. أهلا وسهلا فيك سيادة العميد، يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير. صباح تشرين، صباح الاعتزاز والافتخار والانتصار. أكيد. يسعد صباحك. صباح النصر، يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير. بالبداية خلينا نتعرف أكثر على الفروق بين الحروب التقليدية والأجيال الجديدة من الحروب. بداية اسمحوا لي وأنا من هذا المكان ومن هذا الموقع بانوراما حرب تشرين التحريرية أن أنحني إجلالا وإكراما وإكبارا لأرواح شهدائنا الأبرار الذين استعذبوا الموت ليهبوا لنا الحياة، وأن أحيي جرحانا الأبطال تحية تليق ببطولاتهم بدمائهم الزكية، وأن أحيي رفاقي في الجيش والقوات المسلحة المنتشرين في كل بقعة من بقاع سوريا الحبيبة. اليوم نحن في ذكرى غالية وعزيزة على قلوبنا، إنها ذكرى حرب تشرين التحريرية، هذه الحرب التي تمثل شعلة متقدة رغم كل السنين لم تخبو هذه الشعلة، بل ما زالت تزداد ألقا وتوهجا، وما زالت تحيا فينا وتلهمنا الكثير من معاني البطولة والتضحية والفداء. حرب تشرين التحريرية لم تكن حدثا عاديا، بل كانت مأثرة خالدة من مآثر العرب. هي حرب قادها باقتدار القائد المؤسس حافظ الأسد رحمه الله، فكانت هذه الحرب تحولا نوعيا في الصراع العربي الصهيوني نتيجة المنجزات التي حققتها على كافة الصعد العسكرية والسياسية وعلى الصعيد الفلسطيني وعلى الصعيد الدولي. هذه الحرب لا تقاس إنجازاتها فقط بالإنجازات العسكرية أو إنجازات تحرير الأرض، وإنما هي حررت إرادة الإنسان من اليأس والخوف، حررته من الوهم، وجعلت الإنسان العربي ينطلق ليحرر أرضه بكل كفاءة وعنفوان واقتدار. ونحن سنتحدث عن هذه الحرب، ولكن إجابة على السؤال اللي طرحته حضرتك، لا شك أن مفاهيم الحروب تغيرت. فعلى سبيل المثال حرب تشرين التحريرية هي حرب تقليدية بين جيوش نظامية أثبت خلالها الجيش العربي السوري أنه جيش شجاع يمتلك رجالا أشداء لا يهابون المنايا ولا يخافون الخطوب. وهذه الصور الماثلة أمامنا هي تجسد حقيقة واقعة، تجسد هذه البطولات الرائعة وتلك الملاحم التي سطرها جنودنا البواسل، ابتداء من اقتحام مرصد جبل الشيخ ودك خطوط العدو المنيعة التي زعموا بأن هذه الخطوط لا يمكن لأي جيش من جيوش العالم أن يجتازها. لقد حطم جيشنا أسطورة الجيش الذي زعموا بأنه لا يقهر، وحطم كل نظريات الكيان الصهيوني بأن حدوده الآمنة التي طالما تشدق بها وطالما عمل على هذه المصطلحات لإرهابنا ولإلقاء الرعب في نفوسنا. هذه الحرب التقليدية التي تحدثنا عنها هي حرب تقليدية بين جيوش نظامية. الآن وسائل الحروب تغيرت كثيرا، وأصبح الأعداء يلجؤون إلى نوع آخر من الحروب. نحن الآن أمام الجيل الرابع من الحروب. هذا الجيل الرابع من الحروب
هو يستخدم وسائل التقنية الحديثة، هو لم يعد يعتمد على الدبابة أو على المدفع أو على إطلاق الصواريخ، هو يعتمد على الدخول على التقنيات وسائل التقنية الحديثة التي وفرتها التكنولوجيا للدخول إلى مجتمعاتنا، للدخول إلينا من الداخل إلى مجتمعاتنا، وتخريب هذه المجتمعات عبر وسائل العمليات النفسية، عبر وسائل الحرب الإدراكية، عبر وسائل العمليات المعرفية التي يبثونها من أساليب الجذب، من أساليب الإغراء، وأحيانا من أساليب التخريب والتدمير، ليصلون إلى احتلال أفكارنا، إلى احتلال عقولنا. هم الآن وصلوا إلى نتيجة أنه لا يمكن أن يقهرون إرادتنا على الأرض، لأننا نحن أصحاب هذه الأرض وأصحاب قضية نقاتل من أجلها ونستشهد من أجلها، ولا يمكن لأي قوة في الدنيا أن تنال من إرادتنا أو عزيمتنا. لذلك هم بدأوا يفكرون بالوصول إلى أفكارنا، إلى عقولنا، ويفكرون باحتلال أفكارنا والسيطرة، شن حرب نفسية وعمليات دعائية عن طريق الشائعات، عن طريق بث الدعايات المغرضة للنيل منا من الداخل. لقد كانت الحرب على سوريا، الحرب الحديثة، العدوان الذي شنته مجموعة كبيرة من الدول بقيادة إمبراطورية الشر الولايات المتحدة الأمريكية، مارسوا كل أنواع الحروب التي عرفتها البشرية، مارسوا الحرب التقليدية ضدنا على ما يزيد من 9 سنوات، مارسوا حرب العصابات، مارسوا الحرب أو ما يسمى الحرب الناعمة التي نتحدث عنها، مارسوا العمليات النفسية، مارسوا الحرب الإدراكية، العمليات المعرفية للوصول إلى الإنسان، للوصول إلى عقل الإنسان، إلى فكر الإنسان، للوصول إلى إرادة المقاتل العربي السوري. وهذا لم يستطيعوا الوصول إليه بسبب بناء هذا المقاتل البناء السليم، لأن المقاتل في الجيش العربي السوري هو إيمانا راسخا بعقيدته، يؤمن بأرضه، هو ابن هذا الشعب، وهو ملتزم بأهداف وعقيدة هذا الشعب. ولو لم يكن هذا الشعب يحتضن هذا الجيش، وهناك قائد ملهم هو السيد الرئيس الفريق بشار الأسد، لما استطاعت سوريا الصمود على مدار هذه الحرب الطويلة. لا يمكن لأي دولة في العالم أن تصمد أمام هذه الحرب الضروس التي شنت علينا على ما يزيد من 9 سنوات. فنحن نمتلك قوة، سر القوة في سوريا هي في ثلاثية رائعة، هي الشعب، هي الجيش الذي يحضنه الشعب، وهو القائد الحكيم الشجاع الملهم السيد الرئيس الفريق بشار الأسد. ونحن بهذه المبدئية وبهذه العقيدة نمضي بإذن الله من نصر إلى نصر ومن إنجاز إلى إنجاز. أكيد منذ بداية الحرب على سوريا لحد اليوم تم استخدام جميع أشكال الحروب الحديثة. خلينا نحكي كيف استطاع جيشنا العربي السوري التعامل معه، وخلينا نحكي كمان شو هو دور الإعلام بالحروب الحديثة. طبعا أنا كما تحدثت أنه هم مارسوا كل أنواع الحروب ضد الجيش العربي السوري، لأن الجيش العربي السوري هو المؤسسة العسكرية المكلفة بحماية هذه الأرض وحماية كيان هذه الدولة، فهو الحارس والحامي لهذه الأرض. ونتيجة موقفه وبنائه الوطني مارسوا عليه شتى أنواع الحروب، مارسوا عليه حرب العصابات، فجيشنا لم يكن مدربا بالأساس هو على حرب العصابات، ولكنه استطاع وبفترة قصيرة أن يتدرب على هذه الحروب وأن يلحق بالعصابات الإرهابية التكفيرية الهزائم وأن يقضي عليها على امتداد مساحة الوطن. مارسوا عليه الحرب، العمليات النفسية والحرب الدعائية بأكبر آلة إعلامية ضخمة، ومعروف عن الولايات المتحدة الأمريكية بأنها إمبراطورية إعلامية بالشر، ومن يدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية من دول مرتزقة من دول ومرتزقة يدورون في فلكها. كل هذه الحرب النفسية
والإعلامية وتدخل الكيان الصهيوني من وقت إلى آخر في مساعدة مرتزقته، وكذلك العدوان التركي على الأراضي السورية لم تجدي نفعا، وما زال المقاتل العربي السوري يمتلك الإرادة والتصميم على تطهير كامل التراب السوري. ونحن نلاحظ أن مساحة الأرض التي طهرها الجندي العربي السوري خلال فترة قياسية، وحجم التضحيات الذي بذلها الجيش العربي السوري، وهذا لم يأتي من فراغ، هذا نابع من عقيدة وطنية راسخة، نابع من إيمان عميق بأننا نحن ندافع عن أرضنا، نحن ندافع عن عرضنا، نحن ندافع عن كرامتنا وشرفنا، ولأننا أصحاب حق سننتصر، وإن شاء الله سنطهر كل أراضي الجمهورية العربية السورية وتعود سوريا قوية بإذن الله. بإذن الله. سيادة العميد، مع الصور البانورامية خلينا نسمع شيء بخص حرب تشرين التحريرية من حضرتك. يعني معروف حضرتك بالشعر يلي بتقوله ويلي بتكتبه أيضا، مع الصور رح نترافق بصوتك. الياسمين وأنت والأشعار، من منكم ورد ومن هو نار؟ أحتار إذ أرتاد فلسفة الهوى، ولطالما الشعراء فيها احتار. يا شام جئتك والغرام قضية، فيها يتوه البحر والبحار. قد حان موعدنا الذي نشتاقه، وانشق صبح وانبرى قيثار. تشرين أقبل والأماني في يدي، وعلى جبيني تشرق الأنوار. والنصر أزهر بالتلال وبالربا، فاكتب بعزمك تصنع الأقدار. سوري أنا، فارفع يديك إلى وانثر عبيرك أيها العطار. فالخافقان الرائعان تعانقا، جيش وشعب معصم وسوار. والقائد البشار عانق حلمنا، يا سعد عين زارها بشار. الله يسلم تمك. سيادة العميد، بما أنه حضرتك عضو اتحاد الكتاب العرب، خلينا نحكي عن أهم الكتب وأهم المراجع التاريخية يلي بتحكي عن حرب تشرين التحريرية. الحقيقة أن هناك الكثير من القصص والكثير من الفنون التي جسدت بطولات حرب تشرين التحريرية، وإلى الآن ما زالت ترد إلى الإدارة السياسية النصوص التي تجسد هذه البطولات. فمنذ فترة قصيرة أنا كنت أطلع على سيناريو لتحرير مرصد جبل الشيخ، وهي قصة حقيقية، يعني رغم وجود بعض أبطالها الحقيقيين، فما زالت هذه المعارك تلهم الكتاب والأدباء، وهي محط وهي محط إثارة وإعجاب لديهم. فكثرت القصص وكثرت القصائد وكثرت الأعمال التمثيلية والفنية. فعلى سبيل المثال لو أخذنا بالشعر، بما أننا نتكلم شعر تماماً، الشعراء خلدوا عن إنجازات حرب تشرين بأحرف من نور. وأنا هنا يحضرني قصيدة شاعر العروبة الأستاذ سليمان عيسى: على أقدامنا سقط المحال، وأورقت الرجولة والرجال. سرايا من ترابك يا بلادي، نبتنا من شموخك ما نزالوا. مشينا فالصواعق في خطانا، وعشب القادسية والظلال. ولبيناك يا تشرين سلها، تلال النار تذكرنا التلال. يسلم هتم، إن شاء الله بينعاد عليك بكل ذكرى للانتصارات، وانتصارات أكثر بهمة أبطالنا. أكيد نحن كثير بدنا نتشكرك وسعيدين بوجودك الدائم معنا بجميع المناسبات يلي بتخص الانتصارات. أنا أشكركم جميعا، وأنا بهذه المناسبة أغتنم ذكرى حرب تشرين لأبث تحية أطيب التحايا لرفاقي الذين يحملون راية المجد والعزة والفخار، راية تشرين على امتداد ساحة الوطن. وأقول: بوركت سواعدكم أيها الرجال، بوركت جباهكم العالية،
التي تسطع منها أقمار العزة وشمس الكرامة. نحن معكم وبهمتكم منتصرون بإذن الله. إن وطنا أنتم رجاله لن ينهزم، إن وطنا أنتم عدته لن ينكسر، لأننا أصحاب حق وأصحاب قضية عادلة. وبهذه المناسبة أجدد عهد الوفاء والولاء لشعبنا الأبي ولجيشنا ولقائدنا المفدى السيد الرئيس الفريق بشار الأسد أن نبقى جند الأوفياء المدافعين عن عزة الوطن وكرامته. شعارنا دوما وأبدا الشهادة أو النصر، والشهادة أولا لأنها طريقنا إلى النصر. كل عام وأنتم بألف خير وشكرا لكم. شكرا كثير لك العميد الركن غالب جازية، رئيس فرع الإعلام في الإدارة السياسية وعضو اتحاد الكتاب العرب. شكرا كثير. شكرا كثير لك، كل عام وأنت بألف خير وصباح النصر وصباح الفخر والاعتزاز ووطننا وشعبنا وقائدنا بألف خير وأبطالنا أبطال الجيش العربي السوري اللي دائما كان وسام وهو الشرف والإخلاص والوطن. وشكرا لك. شكرا لك.